إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن ما هو الربو أو تحسس القصبات. معظم حالات الربو الأطفال تشاهد في السنوات الأولى من العمر، وتسمى أحيانا نوب الوزيز، نوب الوزيز المتكرر، وهي التسمية الأدق للحالة. ونادرا ما يستمر الربو مع الطفل عندما يكبر، وما يحدث في الربو هو نوب من التضيق، نوبة من التضيق والتهيج في القصبات، مترافقة مع التهابات مناعية، مما يؤدي إلى شعور الطفل بضيق نوع من أنواع الضيق في التنفس، وأيضا ممكن يكون مصاحب للسعال وزيادة الإفرازات داخل القصبة الهوائية. أتمنى أنكم فهمتوا إيش هو ما هو الربو بالتفصيل الممل. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي.